السلام عليكم طلاب الصف الثالث، كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ في حصة التربية الإسلامية لهذا اليوم سنأخذ درس جديد بعنوان نزول القرآن الكريم مفرقاً. قبل البدء في درسنا سنراجع سريع ما تحدثنا عنه في الحصة السابقة، وهو الإيمان بالكتب الإلهية جميعها التي أنزلها الله تعالى علينا، ومنها هي نستذكر معاً التوراة نزل على سيدنا موسى، أحسنتم، الإنجيل سيدنا عيسى، والقرآن الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما الزبور على سيدنا داود، أحسنتم. طبعا زي ما أنتم لاحظين ماذا تشاهد في هذه السورة؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم أنزله الله تعالى على الناس مفرقا. طبعا لماذا أنزل؟ راح يجيك سؤال، طب ليه نزلوه مفرق؟ ليه ما نزلوا دفعة واحدة؟ طبعا اي شيء انا بدي اشبه، لكن هو تشبيه بسيط، انه لو ننزل اي شيء دفعه واحده راح يكون عليك صعب، لكن بقدره الله انزل على الناس مفرقا. لماذا؟ سرح نتعرف الان على اهم الموجود عندي، الاهداف الموجوده عندي بالدرس، وهي حتى يسهل فهمه. طبعا بدي احدد الاشياء المهمه. اذا نزل القران الكريم مفرقا على فترات، لماذا؟ حتى يسهل فهمه وحفظه. طب كم سنه اخذ على نزول، استمر نزول القران الكريم؟ 23 عاما، 23 عام استمر نزول القران الكريم. هاي بدك برضو تنتبه لها، راح يجيك سؤال مثلا كم سنه استمر نزول القران الكريم؟ 23 عام. لماذا نزل القرآن الكريم مفرقا؟ حتى يسهل فهمه وحفظه. طيب ما هي أول ما نزل من القرآن الكريم؟ نزل على سيدنا محمد في غار حراء لما نزل عليه الوحي، وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا هو الآية التي نزلت أول ما نزل من القرآن. طيب في عندي هنا آية من القرآن الكريم، قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وكل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بدنا ننتبه ونركز، أول سورة في القرآن موجودة سورة الفاتحة، لكن أول ما نزل من القرآن هي آيات من بداية سورة العلق، وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب آخر آية موجودة في القرآن سورة، آخر سورة عفوا سورة الناس، لكن آخر ما نزل من القرآن هذه الآية، وهي من سورة البقرة. بجيب لك، ممكن أجيب لك الآية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه الآية نزلت أول ولا آخر شيء من القرآن؟ هي آخر ما نزل من القرآن الكريم. هذا هو اليوم عن درسنا عن نزول القرآن الكريم مفرقا حتى يسهل حفظه وحفظه، واستمر 23 عام. طبعا أول ما نزل منه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومن الآية آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طبعا عندي حل الأسئلة، عندك حل الأسئلة طبعا بيكون عندك واجب. الآن أنا راح أعرض حل الأسئلة، خليك معاي، طبعا نناقشهم سريع جدا حتى أعرض لك حل الأسئلة. أول ما نزل من القرآن الكريم، طبعا هو بيكون واجب تحله بعدين تتأكد من عرض الإجابة. أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق. آخر ما نزل من القرآن الكريم اللي هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أما سورة الفاتحة هي أول سورة موجودة في القرآن. لماذا لم ينزل القرآن دفعة واحدة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى يسهل فهمه وحفظه. أرتب هذه الأحرف في المكون منها أداة تعلم ذكرت في سورة العلق، أداة نتعلم فيها. إيش الأداة اللي نتعلم فيها ذكرت في سورة العلق؟ وهي القلم. هيا نسترجع نيجي هون نحعد لكم، أعرض لكم الإجابة. هي عندي الإجابة هون كما ما هو معروض أمامك، هذا هو عندي حل هذه الصفحة. بيك إحنا خلصنا درسنا اليوم، سهل جدا، بتراجع درس الكتب الإلهية، الإيمان بالكتب الإلهية، بتراجع هذا الدرس اللي هو نزول القرآن الكريم مفرقا، بتراجعوهم ويعطيكم العافية. موفقين يا حلوين، إلى اللقاء.